بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس 26 اللي انا نزلت لكم تنويه عنه على التليجرام، وهو سيستم المنشار او ذا سو المطور. تعالوا نتفرج مع بعض ازاي بعد ما بنحمل الملفات ازاي هنشتغل بالسيستم ده. طبعا بيجي لك ملف وين رير بتحمله عن طريق البوت، عن طريق رابط التليجرام اللي انا حطيته لك تحت الفيديو. كل اللي هتعمله كليك يمين اكستراكت كده اهو، وبعدين تضغط على السيستم. عندك ثلاث ملفات، اكسبيرت وانديكيتور وتمبلت. بروح على الاكسبيرت، اخد الاكسبيرت اللي فيه كوبي، وتفتح المنصة بتاعتك فايل اوبن داتا فولدر MQL4 اكسبيرت وباست، تمام. وبعد كده تطلع تاني تشوف ايه الملفات التانية اللي عندك في انديكيتور. هتاخد الانديكيتور اللي فيه كوبي، وترجع عندك تدور على انديكيتور وباست، تمام. بعد كده في عندك تمبلت، تطلع لبره كده هتلاقي هنا حاجة اسمها تمبلت. هتروح تاخد التمبلت اللي انا اعطيهولك ده علشان هتطبق على طول ويبقى الامر سهل. كوبي وباست، تاخده كده وكوبي وتروح تحطه عندك باست، تمام. بعد كده بقفل دولن وباجي على قائمة انديكيتور من الجنب كده، كليك يمين ثم ريفرش. تعالى افتح اي شرط عندك، وليكن الباوند دولار، تمام. هعمل كليك يمين، هروح على التمبلت، ادور على السو جابانيز، هضغط عليها كده اهي، اروح على الاربع ساعات. وتعالى افهمك الاشاره او الانديكيتورات اللي موجوده دي عباره عن ايه، عباره عن ايه عندك. كليك يمين انديكيتور ليست، هتلاقي كلر اي ام اي 7 21، ده عباره عن تقاطع 2 موفينج افريج. وهتلاقي هنا سبلاي وديمون اللي هو المقاومه، الدعوم والمقاومات اللي انت شايفها بالاخضر وبالاحمر دي بتعرفك ان من هنا ممكن ينعكس الاتجاه. وعندك اب اند داون هنا 3 وتحت 200، تقدر تغير الاعدادات اللي انت عايزها. وعندك ترند كونفيرم، عمرو برضو اللي مبرمجه، وهو اللي مبرمج لنا سيستم ذا سو ده كله. هفهمكم دلوقتي كل حاجه. ده 30 على 3، تمام، حلو قوي. ده كده الايه، الشكل الشرط والانديكيتور بتاعي. تعالى هنا كده، لو خدنا دي كده، شايف الترند كونفيرم اللي تحت ده اهو، يوم 13/9/2024 اداك بوكس اخضر. وكمان لو انت ملاحظ، شايف الاب اند داون ده عطيك اخضر، مظبوط. وكمان الكلر اي ام اي عطيك اخضر، ده معناه ان الثلاثه بيدعموا الصعود. ده اول انديكيتور، ده تاني انديكيتور. وكمان المقاومة، قصدي الدعم اللي انت شايفه الازرق ده، وكمان الكلر اي ام اي اللي انت شايفه ده كمان اعطاك شراء. فاحنا نقدر نخش صفقات شراء. تعالى بقى اما اعرفك على البوت اللي المهندس عمرو كمان برمجه والاعدادات بتاعته ذا سو. لما هسحبه كده عندي على الشارت، بروح على الانبوت، شايف البوكس بتاع الباي جروب. باي جروب ده المربع ده كله باي جروب، يعني هنا صفقات الباي. بكتب هنا لازم تكتب اسم الزوج، احنا ده باوند، فانا هكتب باوند جي بي بي يو اس دي، ده لو شراء. وهنا اللوت، تكتب اللوت اللي انت عايزه. والجريد سايز دي المسافة اللي انت عايزها ما بين الصفقات، وده الماجيك نمبر بتاع صفقات الباي. هنزل تحت، لو الاشارة سيل فانا بنزل تحت كده للايه، للبوكس السيل جروب ده، الا ان انا مش عايزه، فهمسح كل اللي فيه لان انا مش سيل دلوقتي. هبقى سيل امتى؟ لما الاشاره تعكس معايا. هحذف اللي فوق وهعمل تحت الاعدادات بتاعتي. هنا التريلنج ستوب، لو انت عايز تحوله زي الاي تي ام ممكن تكتب 40، يعمل تريلنج ستوب كل 40 نقطه. مش عايزه سيبها صفر، تمام. الماكس اوردر، كم عدد الصفقات لكل زوج. والباسكت، عايز باسكت كام دولار لكل زوج، الباسكت كام دولار علشان يقفل عليه. فانا كاتب بالدولار، طبعا هو كاتب لك هنا بالدولار اهو، فانا كاتب 10 دولار. التايم فريم للكاندل كونفيرم،
هنعمله، اعمله مثلا الكرنت او روح على الـ15 دقيقة واشتغل. سيت اور ترو، دي بقى دي سيت ترو. الفكرة كلها ان انا لو خليتها ترو هياخد صفقة واحدة على الشمعة الواحدة، لو خليتها فولس ممكن ياخد صفقتين تلاتة اربعة على الشمعة، يعني ما يلتزمش بعدد الصفقات على الشمعة الواحدة. مفهومة دي؟ تمام. وهنا من الساعة كام للساعة كام؟ هنا مثلا من الساعة 1 للساعة 22 وأوكي. خلاص، يبقى ده لو هو الاتجاه باي. طيب لما يخلص الباي، لما الاتجاه الباي ده يتقلب سيل، هتخش تعكس الإعدادات اللي احنا عاملينها. فتعالى أفرجك عليها بالإيه؟ بالتست. احنا قلنا من يوم 13/9، يبقى انا هاجي هنا مثلا من يوم 13/9 الزوج الباوند، وهنجرب لما نعمل الاعدادات الفريم 15 دقيقة السبريد كارنت. وهنا ده زوج اسمه الباوند جي بي بي يو اس دي اهو، وده الجريد سايز. همسح هنا، مش عايز السيل، وهعمل الباسكت وليكن $50 والماكس اوردر 100، وهنا صفر التريلينج الكرنت على الكاندل ده، وهقول له لا اعمل اكتر من صفقة عشان بس نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. تعالى كده نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل من تاريخ ما خدنا شرط الشراء على الباوند ده. واخد بالك؟ بص بيفتح صفقات. فانا هنا اللوحه عشان تبقى عارفها، ده البالانس، ده الرصيد، الايكوتي ده الموجود، البروفيت فاكتور لسه ما قالش، الماكس درو داون على درو داون حصل على الزوج ايه، توتال باي عدد صفقات الباي، توتال سيل عدد صفقات السيل، توتال لوت عملت كام لوت اليوم، التوتال بروفت جاب باسكت ب $50 اهو شباب، قال لك 5% من الحساب، الباسكت الواحد ب 5% من الحساب لما انا عملته $50. وتحت الفلاتنج ده الصفقات المفتوحة سواء بالموجب أو السالب، وأقدر أعمل كلوز أول أوردر. لو أنت عايز تقفل كل الصفقات بتضغط على الزرار ده. وألف شكر للمهندس عمرو رمضان اللي عمل لنا البوت ده، وهو كمان اللي مبرمج في السيستم ده. البوت ده يعتبر بيجمع ما بين السو، بيجمع ما بين الاي تي ام اللي احنا نزلناه لو انت فعلت في التريلينج، وما بين زمون اللي احنا برضو نزلناه قبل كده لو انت مفعل الباسكت. فالراجل عمل الفكرتين في بوت واحد نقدر نشتغل بيه بناء على الاتجاه. لو انتوا شايفين دلوقتي شباب احنا حققنا 3 باسكت ب $150، 15% من الحساب، ولا زالت الاشارة شراء زي ما احنا اخدناها من الشرط بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه اهو شباب. دلوقتي الربح بقى $200، 20% من رأس المال. طبعا تقدر تشتغل على زوج واحد بس وتاخد الإشارات زي ما احنا اتفقنا، ولو الإشارة اتعكست اعمل كلوز اول حتى لو بخسارة علشان تدخل الاتجاه التاني تعوض فيه. تدخل الاتجاه التاني عن طريق ان انت تخش البوت تكتب اسم الزوج في الاتجاه التاني واللوت والمسافة والماجيك نمبر، بس مش اكتر من كده. فاحنا دلوقتي انا مشغل التيست قدامكم اهو، ده تقريبا جايبين $200، 20% مكتوبة قدامي اهي. وبقى كده بقى دلوقتي بقى 250، 25% بالشكل اللي احنا شايفينه اهو. ده لو انا حابب اشتغل على ايه، على الشارت العادي، علشان في ناس كتير بيقول لك الرينكو بيهنج المنصة معاه. طبعا لو انت شايف انت لما بتاخد الاشارة مثلا زي هنا كده، شوف انت واخد الاشارة دي وخرجت في الإشارة دي فين، شايف فين، ثم أخدت كل السل ده وهكذا وهكذا. فأنت شايف أنت بتمسك ترندات جميلة قوي في الـ4 ساعات، وطول ما اللي تحت واللي فوق داعمين بعض إنهم صعود، فالأمر قدامك هيبقى سهل وبسيط قوي. وإن شاء الله ننزل الإشارات دي، يعني لما يظهر إشارة ننزلها في الجروب نقول يا جماعة الباوند بقى ظاهر عليه إشارة شراء مدعمة من الـ3 مؤشرات، أو الين ظاهر عليه إشارة بيع مدعمة من الـ3 مؤشرات. لو انتوا شايفين إلى الآن $300، 30% من رأس المال الـ1000 دولار اللي احنا بنتست عليه، بمجرد بس إن احنا ماسكين إشارة أو ماسكين ترند الشراء للباوند
والباوند حتى في التصحيحات ما عطلناش إشارة خروج، فما شاء الله أعتقد إن واحنا شغالين بأقل لوت ممكن اللي هو 001. والتيست هينتهي دلوقتي وهنشوف نتيجته. تمام يا شباب، التيست انتهى اهو، نقدر نروح نشوف النتيجة بتاعته. استراتيجي تيستر، شايفين الجراف ماشي عامل ازاي؟ جاب 280 دولار، جاب حوالي 30%، والانعكاس ما زادش عن 6% من راس المال. تقدر بقى تفتح اي زوج وتطبق عليه التمبلت اللي انا بقولك عليها دي. يعني انا مثلا، تعالوا نشوف الينات، تعالوا زوج مثلا الباوند ين، هذا زوج الباوند ين الاربع ساعات، كليك يمين والتمبلت والسو جابانيز، ونشوف اخر اشارة على الباوند ين كانت ايه. يعني انا هنا مثلا كان في اشارة من 17/9 كانت شراء لحد يوم كام يا شباب؟ لحد 27/9. 27/9، بص، من 27/9 الشمعة الطويلة اللي طلعت سل دي بيقول لك باي لحد النهاردة. يعني هي في باي الشموع الى الان سل، ومن فوق لسه احمر زي ما هو، والاتنين كمان الاب اند داون احمر. حتى لو عمل التصحيح اللي قدامي ده مش هيخوفني لحد ما يظهر لي اشارة عكسية، واخد بالك؟ اهي ممكن نشوف على الساعة، على الساعة كمان اخد الهبوط من قبل الشمعة الكبيرة، وبعدين في تلات بوكسات بيطلع فيهم اهو. طبعا الافضل هو الاربع ساعات، لان انت هتمسك ترند. بص الترند الهبوطي ده كله، ثم الترند الصعودي ده كله، وده ترند هبوطي. حتى لو في تصحيح دلوقتي، انا مفيش حاجة قالت لي اخرج، مفيش حاجة دلوقتي قالت لي اخرج من البيع اللي انت فيه. حتى انت لو شايف شمعة وخايف منها ما تخافش منها. تاني حاجة، نقدر نستخدم في الـ، نجيب مثلا كده الباوند ين، تعالى على الساعة وتعالى على الانديكيتور، ونعمل بوكس رينكو. هنخليها هنا مثلا وليكن 30، والشموع الضعيفة لا، واوبن رينكو تشارت، كليك يمين، تمبلت، والسو. هسطب، هنعمل السو عليه ونشوف السو بيقول ايه على الرينكو. على الرينكو هنا إشارة السل بدأت يوم 27/9، وبقاله أربع بوكسات في صعود، إلا إن بقيت المؤشرات مش مؤيدة. فاللي حابب يشتغل رينكو يقدر يشتغل رينكو ويمسك الترند ده كله. شايف أنت، شايف البوكسات الحمراء اللي هنا واللي هنا واللي هنا ما توافقتش مع الـ AMA اللي أنت شايفه ده كده. فأنت كده كده هيبقى بالمنظر ده، لو أنت عايز تشتغل رينكو انت هتخش من هنا شراء، مش هتخرج هنا، مش هتخرج لان الاشارة دي ما توافقتش، انت لازلت في الشراء. ومش هتخرج هنا لان الاشارة ما توافقتش، انت لازلت في الشراء. ومش هتخرج هنا لان الاشارة ما توافقتش، انت لازلت في الشراء. انت ما انتش خارج غير هنا، انت متخيل؟ كل الترند ده اخدته شراء لحد هنا. فانت حتى لو البوكسات الحمراء دي ظهرت ما تدخلهاش طالما انت شغال على الرينكو، لان المؤشر اللي فوق اخضر مش متوافق مع اللي تحت، هتفضل في الترند بتاعك. فاخدت كل الشراء ده ثم جيت للبيع، البيع اهو، وانا هنا حتى لو ظهر اخضر انا مش هخرج من البيع ده، لان بس هو شايف انت المؤشر، المؤشر الان للان احمر، لو يتحول اخضر هقدر اخرج. يبقى انا بوري لك ازاي تقدر تجيب الاشاره من على من على الشموع اليابانية او على الرينكو ان شاء الله. شباب، عايز اشوف التطبيق على الجروب تحت الفيديو ده، ان شاء الله هتلاقي الادوات اللي انا مستخدمها. انا حابب اشكر الناس اللي بتساعدني بسيستمات، والناس اللي قاعدة مسخرة وقتها للبرمجة والشغل ده. الف شكر يا عمرو، وان شاء الله في افكار كتيرة عمرو عاملها واحنا بنتابعها مع بعض، والراجل مش محتكر الشغل ومنزل لكم كل حاجه. وانا شرحته لكم اهو، شرحت لكم الفكره، واي حاجه ناقصه عليكم تقدروا تناقشوني فيها في الجروب.
الوقت اللي انا بكون موجود فيه انا بتابع معاكم فيه. شكرا ليكم يا شباب، والسلام عليكم.